أتمنى إن شاء الله تكونوا استعديتوا امتحان وقرأتوا مثل ما مو مثل ما صار وياكم بالمد، اعتمدتوا على يعني اعتمدتوا على كلام المراحل اللي قبلكم وتورطتوا. ولازلت أكرر مرة لخ اليوم وهسه وأظل أكرر، يعني مجرد ما أنه أنتم تفكرون بالكلام اللي بدي يقولوه المراحل اللي قبلكم، وبحد ذاته هذا أكبر عائق وأكبر مشكلة راح تواجهوها، لأنه الحقيقة بعيدة جدا، بعيدة كل البعد عن ما يقولوا لكم إياه. لا تقرأ ما تقرأ ما تقرأ ما تجاوب أسئلة ما شفتوها بنفسكم وبعينكم وتأكدتوا وكلكم أقريتوا بهذا الموضوع، أنه إحنا الأسئلة كانت واضحة وضوح الشمس ووضوح مثل ما يقول بنص النهار بينه مثل عين الشمس. هاي من فيما يخص ال اسمه الشورت اسي كويشن. اما فيما يخص الام سي كيو فايضا يعني من ماخوذه مباشره من مثل تقريبا ما بدي اقول مثل الكويز اللي سويناه قبل اخر واحد، ولكن مقارب جدا الى هذا الموضوع. اغلبهن هن اما تعريف موجود المصدر وراح نفصل نقول ايهما صح او خطا، او يعني ياهو منهم العباره الصحيحه اللي تطبق عليه وهكذا. فماكو اي صعوبه بالموضوع، ومثل ما يقول واحد ياخذ يعطي الموضوع اكثر من حقه. اسمع منكم اذا اي واحد عنده سؤال. ليش طلبتوا اللقاء انتو؟ ما افتهمت اني. غير تسألون. السلام عليكم، شلون دكتور؟ وعليكم السلام، بس ممكن شوي علي صوتك ولا زحمة عليك. يعني واضح ولا واضح؟ بعيد الصوت ما دا اسمع ابني. هسه تسمعني؟ هسه احسن. الو؟ بعده ضعيف، بعده الصوت ناصي، كلش ناصي. تمام تمام دكتور، خليني اطلع اطلب شوف. بالنسبة زميلتكم تقول الموضوع الاي سي جي شلون يجي كأسئلة؟ أسئلة راح تجي على الام سي كيو، ام سي كيو تجي عليه الاي سي، يعني ما بيشرح بام سي كيو، معناه يتطلب من عندكم فهما وليس درخا. بعد بالنسبة للميرمرز، عليكم السلام. بالنسبة سؤال زميلتكم، الميرمرز إذا أجي أسي من ملزمة لو من المصدر؟ بنتي أنا أرجع وأقول أنا ما عندي ملزمة، رجاء رحمة للنبي لا تتوترون من أشوف موضوع ما أقدر أني أتحمل هيك غلط، هذا خطأ. أنا ما عندي شيء اسمه ملزمة، هاي أنتم سويتوها من خلال الباوربوينت، رحتوا طبعتوا سميتوا نفسكم ملزمة، أو ها قشمركم أبو الاستنساخ، ما لي علاقة بهذا. لا، بالنسبة للكارديو فاسكولار الميرمرز، يعني ذن المواضيع اللي ما قريناهن أو ما امتحنا بهن، تقروها بالكتاب، إيش مكتوب عليها؟ تأخذون من عندها المعلومات العامة السريعة وليس التفاصيل كاملة، مثل ما موجود يعني بالملزمة إيش مكتوب شوية بالكتاب أكو تفصيل أكثر عليه، لا أكثر ولا أقل. احد الشباب كان يتكلم دكتور، بس موضوع مثلا فاكتور افكت ذا رايت تيوبلر، العوامل المؤثره على معدل امتصاص ال ما فهمت سؤالك ابني دكتور. هسه مثلا عندنا عوامل مؤثره على الامتصاص، اربع سلايدات لو خمس سلايدات، انا اكتبهن كليتين لو اختصر بهن؟ لا طبعا، انت اذا راح يجيك الشرح عليها اما يقول لك عد وش واحده من هنا
تبحث بسيط عليها، كل واحدة تطلع عليها سطر حكي لا اكثر. هسه نفس السؤال تقريبا مال زميلتكم، شرحيات الرينال هواي بالاسي، نكتب كل شيء وبس شيء مختصر. يعني شنو شيء مختصر؟ انتم تكتبون الشيء المطلوب، اكو تعريف اكتب التعريف، اكو تعداد اعطي التعداد، رؤوس النقاط مالتهن التعداد مالهن. هم سالني البارحه واحد من زملائكم جاني، يعني مثلا او جاب لي هو هذا السؤال، الفانكشن مال كيدني نقول ريجوليت فلانشي، ريجوليت فلانشي، ريجوليت فلانشي هالشكل. وممكن تكتب وياها ايضا فد اربع ثلاث اربع كلمات، يعني بنقول ريجوليت بلاد بريشر مثل ايش فلانش بهالطريقه، ريجوليت اكسكريشن يعني ايش اسمه ويست برودكت اكسكريشن، شنو انه تقول مثلا اليوريا منين تجي، الجلوكوز منين يجي، كل عن كل وحده سطر واحد لا اكثر ولا اقل. بالنسبه للهارت بلوك والميرمرز، هل تجي بس ام سي كيو؟ لا ما تجي بس ام سي كيو، احتمال تجي لا مو بتجي عليها اس اي ويجي عليها ام سي كيو. اكو رسوم داخله، الرسوم داخله ماكو ما اطلب منك تجي ترسم، وانما انت افهم الموضوع على الرسم، ربما يجي ام سي كيو عليه، انت اذا فاهم الرسم خلاص راح تجاوب بسهوله جدا جدا واضحه، صدقوني واضحه الاسئله، ما بها لا لف ولا دوران على قولة المصريين. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. دكتور كان عندي سؤال. انت بس علي صوتك الله يخليك، تراني معلي الحاسبه اعلي صوت تقريبا. اعلي صوتي؟ اي تفضلي هسه شويه احسن. نعم. تمام دكتور. اكو شيء اسمه الريسيرش كريشن اوف يوريا. زين. بس ممكن اريد اسال سؤال، انه هي اذا تقولي وات از ذا سيركيليشن اوف يوريا، فراح اقول لك شو يصير بالبروكسيمال تيبيول، وراح اقول لك كل سيجمنت شو يصير، صح لو لا؟ هو مبدئيا هيك، بس انطيني فرصه خل افتح ال شو يسموه هذا الرينال فيزيولوجي، هو يا هو قلت شنو على هسه مما يحمل وهذا بالرول اوف بالرول اوف يوري صح. هسه بس دا افتح على مود نحكي مثل ما يقول بالمباشر رول اوف يوريا. زين ايش بيها الرول اوف يوريا؟ تمام، فهو دا يحكي على الريسيركيليشن، اريد اقصد ملاحظه، ما اريد تشرح لي كله، ملاحظه. نعم. تقول لي انه يعني ملخص، بس تقول لي يا هي المناطق اللي يصير بيها ريابزوربشن لليوريا، واللي تكون بيها ريابزوربشن بوجود الاي دي اتش، واللي بالضبط يعني مثلا هو هسه مكتوب هي تواضع، فهمت السؤال؟ يعني بالضبط بالريسيركوليشن يصير باللوب اوف هنلي يصير هالشكل، بالديستال تيوبيول يصير هالشكل، وبالميدلري كولكتنج يصير هالشكل، والنت افكت راح يطلع هالشكل، بعدين تطلع ملاحظه هاي. يعني بالضبط هسه انت هذا هو خوش قلت سؤال مركز واضح. هو هو اللي يصير هاير الايس انترستيشن فلويد كونستريشن مال يوريا بسبب انه هو راح يصير ديفيوجن، مو صح؟ شلون كيف راح يصير؟ نعم. ديفيوجن سؤال، راح يصير ديفيوجن ليوريا، بس اريد اعرف من فقط ديفيوجن من منطقه باللوب. هي مكتوب انت باللوب اوف اللي يقول لك سموت، يقول لك يقول لك سمات يعني نوعا ما بدي سكيب لوكر مئابلتي اوف يوريا، بينما كولكتنج بالمجيلر يقول مئابلتي اوف يوريا، اما من النوع الثاني يعني البيرمئابلتي قليله، بينما راح تكون البيرمئابلتي الاعلى وين؟ بالمجيلر كولكتنج داكت. هذا اعلى شيء كولكتنج. زين
ايه جالري كولكتنج راح يطلع عنده انه راح يصير كيربل تيوريز راح يطلع الخارج صح؟ اسمع The net effect of the steps noted above المشار إليها على is to recirculate or raising the osmotic activity of initial fluid. إذا هذا هو الهدف ماذا؟ شنو هو؟ هو يعني أصلاً يعني أسوي لها مرة ثانية. زين. دخل يعني خرجت وبعدين رجعت دخلت. بس خرجت من ال medullary collecting duct ورجعت من loop of Henle المفروض غير؟ مديولاري ايه دقيقه مديولاري كولكتنج دكت جابها بعد على اللوب اوف اللي وين طلعت راحت مديولاري كولكتنج يقصد بها اللي صايره بمنطقه المديولا معناها قربت راح تطلع هذه ادري بس مو راح يصير ريابزوربشن لليوري راح يصير بيرميبل تو اي زين يصير ابزورب راح تحافظ تصير لي ريسيركليتنج من جديد الصوره الاخ اللي بالاخير الصوره هي امضحت لك هذا الموضوع يعني يقول انه هي تصير لها ريسيركليشن لسبب حاجتها لها تدخل وتخرج بنفس الوقت بال على مود تحافظ لي على تظبط الجراديان هذا الهدف مالتنا احنا يعني المهم انه انا اليوريا تدخل وتطلع من جديد يصير لها ابزوربشن ولي ابزوربشن وتسوي اعاده تدوير خلينا نسميها على مود تحافظ لي على الاوزمولاريتي بحدود ال 1100 الى يعني 1200 هذا اللي احنا فيه. فهمتي؟ الو ايوه يا دكتور بس هذا ضوء على الملزمه هسه مو مكتوب again diffuses into the interstitial يعني هي راح يصير diffusion مرتين هذا كان سؤالي اي مرتين طبعا تطلع منها تدخل منها تطلع منها تدخل منها على مود تحافظ على نعم بالضبط منين هذا اللي انا يعني سؤالي منين؟ اي حسب كل قسم بنتي واكثر شيء راح يصير بالمديولاري كولكتنج شو اسمه تيوب دكت اي او دكت لان هي البيرميبل تو يوريا وباعي الرسم بنتي دباعي على الرسم وانت راح تفتهم شو والله دباعك واضح قدام الرسم باعي الاسهم حتى يعني السمك مالتها كميه من يكون السهم سميك معناها كميه اكبر كالسهم رفيع معناها سميه كميه اقل وباعيها هي والازرق الازرق يخص المي الووتر يعني والاصفر هي اليوريا وراح تباعين بصفها الفازا ركتة يعني هذه الفازا ركتة الحرف اللي بصف مطابقه للاول القسم الاول مالتها فبالتالي ايش راح يصير؟ راح يصير توافق بيناتهم من يخرج منها يدخل منها يدخل يخرج من الفازا ركتة يدخل بالتيوبيول ويخرج يطلع من التيوبيول يدخل بالفازا ركتة هاي يسموها ريسيركوليتنج انت الكاونتر كرنت بالمديولاري اكثر شيء يصير اكو انر واكو اوتر ميدولا دبلت بالانر ميدولا اكثر التبادل او ريسيركليتنج يصير بهاي المنطقه. اوكي. ان شاء الله. شكرا. بعد. اكو رسوم داخله جاوبنا عليه يعني ماكو رسم حتى دكتور رغد انا ما اقدر اجاوب عنها هذا موضوع يخصها هي ما عندي فكره والله. يعني داخل او مداخل وما صار تواصل وياها بهاليومين فاته ظروف عندها خاصه ما قدرت اشوفها يعني ممكن انه انتم تراسلوها تسالوها بعد من عنده سؤال السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته دكتور بلا زحمة بخصوص الأسئلة يعني ممكن تجي هيك أسئلة مثلا this explain مثلا the mechanism for making يعني concentrated urine يعني هيك أسئلة طويلة أو يعني قليلة أو هيك لو شلون طبعا سؤال جدا وارد اكو هيك ميكانيزم موجود هو العنوان حتى هو عنوان هو هذا شنو طويل هو جد هو كله عبارة عن صفحة أو يعني نص ربع صفحة همين انت تقدر تختصره ماكو مشكلة الامور الزايده ما مطلوبه دائما
خير يعني الكلام ما قل ودل. يعني هو بالضبط انه يعني راح يجي فد هيك فد اكسبلين ميكانيزم معينه. شلون شلون؟ يعني تجي مثلا ميكانيزم معينه يعني نحتاج انك تسوي الاكسبلينيشن. ابني مكتوب، اذا مكتوب عنوان ميكانيزم فور مثلا شو اسمه فورميشن كونسنتريتد يورين او ميكانيزم فور فورميشن ديليوتد يورين او ميكانيزم اوف سكريشن، ما طول مكتوبه ميكانيزم هو هذا المطلوب، يعني هذا مطلوب يجي عليه هالشكل سؤال يعني. يعني بالضبط يعني هيك ما راح يجي مثلا يعني سؤال يعني مثل التعليل او هيك، انما هو بقد ما هو نشرح ميكانيزم يعني او هيك. لا انت يعني ما طول هو مكتوب عندك ميكانيزم، انت اقرا الميكانيزم وخذ المهمات مالها تختصرهن بشكل نقاط وخليهن قدامك احفظهن، اذا اجى السؤال جاوب عليه. بس قبل ما هذه اوكي نعم شكرا دكتور. حاضر ابني. سؤال شرحيات رينال هوايه بالاسي، نكتب كل شيء لو بس شيء مختصر حسب السؤال. السؤال اذا مجرد عدد واكتب شيء، تكتب شيء بسيط، اكتب شيء مش ميكانيزم مثل ما سأل زميلكم حسين، اكتب لا اكتب الميكانيزم حتى بشكل مختصر ماكو مشكله اذا كان يؤدي الغرض. هارت بلوك والميرمرز هم تجي بس امسك، لا قلنا تجي مو بس امسك رسوم داخله ماكو، واني بالنسبه لي يعني كرسم وانما مجرد فهم. جي اف ار بس امسك يو لو اس همين، شنو اهم بارت بالرينال سيستم او انه بارت؟ خوب اقول لك اقرا ذني وتعال باكر امتحن مع الاسمع هو مع السلامه. ابني ما هو هي كلها عباره عن 15 20 صفحه ما اقدر احفظها اني يعني او ما افتهمها ما اريد احفظها همين. الليدز يجي اس لو نقرا ام سي كيو، هذا بما انه يخص الاي سي جي الاي سي جي الاي سي جي عليه يعني بس بالام سي كيو انا قلت لكم ما جبت عليه شرح. ميكانيزم نرسم الرسم الموجود عليها، والله يعني بصراحة الرسم يساعد بس أنا إذا حسب السؤال مطلوب شرح اكتب شرح، مطلوب رسم ارسم، أنا ما طالب من عندكم رسم بس الرسم لكم يساعدكم في الإجابة. ممكن أنه أنت تكتب الرسم وتكتب لي جوا عليه شوية شرح تأخذ درجة كاملة مثل ما صار يعني بالامس بالمد من قلت لكم على موضوع شو يسموه الفوليوم تشينجز برسم كان كلش واضح. اللي ما كتب لي كتب لي بس الرسم نطيته عليه اكثر من نص الدرجه وبس، يكون الرسم مو يحط لي خطين ثلاثه ويطلع يقول لي ويجيني يجادلني والله انا الجواب صحيح، ماكو هيك شيء يعني. هم انت مجاوب غلط انا ما رايت رسم انت وتهمين الرسم بلا عليه كنت اشير وتيجي تقول هذا الرسم صحيح جزء يعني كل هذا خطا يعني. وصدقوني الاسئله ارجع واقول لكم كلش واضحه وبسيطه، اللي قاري ببساطه بس قاري فهم. وانتم ما شاء الله صار عندكم يعني مده 8 ايام للقراءه 7 و8 ايام، صدقوني اذا قارين وفاهمين الماده راح تجاوبون. اللي ما راح يجاوب راح اللي ما راح يقرا وما يجاوب راح يتندم ندم شديد، يظل كل الفتره الجايه متندم على الـ 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 يعني الفرصه اللي راح تروح من عنده. فرصه انا اسميها فرصه، احنا نعتبرها حتى زملائي الاخرين فرصه بالنسبه لكم هاي، لانه احنا ما عمرنا ما تعاملنا ويا الاسئله بهذه النوعيه من خلينا نقول الوضوح البساطة جدا جدا. كل مرة ننطي أسئلة حقها الطالب لازم يقعد يفكر، بس احنا بدنا نشوف وضعكم شنو فدنا نراعي هاي المسائل. بعد منو عنده سؤال؟ دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. توني صحيح اذكر اسمك ابني، هذني دزيت لي اياهن، انا ما عندي هالقد وقت بصراحه، راح اشوف اللي اقدر اشوفه يعني وادز الاجوبه مالته، ما عندي هالقد وقت لهذا الموضوع بيني وبينك. ثم هذا اكو شيء مهم جدا، هذا انت لو هسه يعتبر نفسك اكبر اختبار، اذا انت قاري الماده وفاهمها وتجاوب عليهن معناه انت تجي بالامتحان راح تجاوب الامتحان 100%، لان هو هذا الهدف. احنا برا هيك كانوا يدرسونا يقول لك
اقرأ وخذ هذا كتاب كامل، روح اقرأ جاوب عليه كتاب كامل مال أسئلة، يعني مو MCQ، أسئلة شرح وغير الشرح وكذا، ناخذها نقعد أسبوع بالبيت نقرأهن نجي نجاوب، من ما يسألونا نجاوب، لأن احنا غطينا كل الموضوع. فأنت نفس الشيء، أنا يعني واحد من الPDF اللي فتحته 33 صفحة، أنا ترى ما عندي هيك وقت، واحد لا حتى صحتي هم تعيني، غير ظرف اللي عندي الآن، ظرف خاص شوي بالبيت. فيعني مو دا يعني اقول لك شو اسمه، ما لحق بهذا الوقت اليوم اقدر اباوع لك عدد كامل. ماشي دكتور. زين دكتور، بالنسبه للميكانيزم اذا رسمنا فقط رسم تجي نص الدرجه لو اكثر من نص؟ اكثر من النص بس ما تاخذ الدرجه الكامله، لو تشرح وياها تاخذ وراء الدرجه كامله، يعني تجي تشرح وياها على الرسم مالك، انت رسمته صحيح معناه فاهم الموضوع، اكتب جواها فالسطرين عن الموضوع تغطي تشمل السؤال، وابوك الله يرحمه ما تحتاج لها هذا التعقيد. انتم تعقدون الموضوع على نفسكم يا اولادي، والله العلي العظيم ما معقد، هو ما معقد، بس انتم لان ما تعودتوا هذا النمط من الامتحانات، فده تشوفون المساله عليكم كل الصعب. شكرا دكتور. حاضر وانا ترى راح احاول، مو ما احاول بس ان شاء الله، يعني ما وعدك 100%، بس على اللي الله يقدرني عليه اقدر اسوي لكم اياه بالنسبه للاسئله. بالنسبه للموضوع يعني الشرحيات شلون تجي، اخاف واحد هم ما سمع، اخاف جاء متاخر او كذا، يعني ما تجي اكثر من مثل ما هو فلان شيء، شنو هو يعني انواعها، فلان شغله شنو هي، شنو انواعها، شنو الامور اللي متعلقه بها، انت تقول تعريفها الكامل انواعها كذا، كل واحدة عن كل نوع فد سطر واحد عليها، هذا كلش راح يكون موضوع كلش قصير. وبالمناسبة احنا خلي لكم يعني مكان للإجابة على الأوراق، وخالين وياها ورقة بيضة للي يحتاجها، ما راح يحتاج أكثر من هذا الموضوع، أكثر من هاي يعني الفراغات خلينا نقول ما يحتاجها. أكو ملف خاص بالMCQ نقدر نستفاد منه وتجي من... والله بالكتب بنتي هذني مالاتكم، الكتب المنهجية أنا شايفها بالمكتبة طبعا. بنهاية كل شابتر اكو مجموعة من الاسئلة وممكن واحد يستفيد من ادها، حتى اظن نسخة اللي يسموه هذا الكتاب مالنا مال جايتن اعتقد ب يعني مجموعة من الاسئلة اعتقد يعني. والله بنتي اكو شيء مهم تقدر تحب تقول لنا عليه، يعني هو شنو اللي اقدر اقول لكم شيء مهم عليه؟ هو موضوع انه كلهن على قولت ابو المثل الشعبي مالنا انه خلاطات العب اثنين ثلاثة ما بين مشكلة. زين عندكم الوظائف حكينا عليها مال كدني، وبعدين حكينا هو تدرجنا بالموضوع شو تسوي؟ تسوي نحكي تسوي نتريشن، هذا شو يسموه جي اف ار شنو هو وشنو العوامل المؤثرة عليه؟ ترى هن مواضيع مثل القصة، اذا تقدرون تسووها اذا تفهموها تشوفوها مثل القصة متسلسلة هي، بس بيها شرح انتوا مدى تستوعبوا مدى يعني تشوفوا حوالك وكأنه ما فد شيء صعب. فماكو شيء مهم كلش اقدر اقول لك فلان شيء مهم، يعني اللي انت بالنسبه للكارديو فاسكولار اللي ما امتحنا بيهن هذا اللي مهم، ما راح تجي من عندهن شرحيات. بعد منه سؤال وعليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مصطفى. شلونك دكتور عين؟ الله يسلمك، أهلا وبيك. دكتور بس شو اسمه، أنت بخصوص الأسئلة جاي تقول سهلة، احنا دا نشوف الأسئلة مال عام يعني الإلكترونية لا تقارن ويا مال عام، العام العام كانت عبارة لا العام أسئلة الأسئلة كانت يعني شو يسموها الإلكترونية ما يصير تخليها تقارنها ويا جماعة الأسئلة الحضوري، ماكو شيء يجي.
لان اغلبهم شفناهم خارجي وتخوفنا يعني عبالنا ابني هذا نيته ام سي كيو لان انت او خلينا نقول اسئله العفو قلت انا ام سي كيو الاسئله ما السنوات السنه الماضيه والقبلها بسبب انه الامتحان الكتروني يعني الاوبن يسموه اوبن اكزام امتحان مفتوح هذا انت كان عندك وقت كبير وعندك كل الريسورسز جوا ايدك الكتاب جوا ايدك الملازم جوا او خلينا نقول المحاضرات ما نسمي المحاضرات اللي يكتبوا الملاحظات اللي تاخذون المحاضرات زائدا عندك النت كله جوا ايدك تكتب السؤال يجيك الجواب هاي ايش احنا ما نعرفها وكنتم تسوون جروبات بيناتكم على التليجرام وعلى الغير مواضيع واسئله تتداور اجوبه تتداور فهذه وحد مو مثل هاي هذيك اسئله فلازم تكون شويه بها صعوبه على مود تخلي الطالب يفكر هو هذا الهدف منه من الصعب بيش تروح يدور يفكر من دور وفكر وجاوب ولقى الأسئلة جواب خلاص جاوب أمسكيوات مال السنين السابقة تتكرر عادة إذا تتكرر فنغير بالصيغة مالتها بالسؤال نفسه نغير وبالجواب نغير فهمتي بنتي يعني ما نجيبه نفسه هو لأن هن نفسه يعني هي نفسه ماكو غير هن المواد هسه أنا قلت هن خلاوات العبد أنا من أجي أسأل على سبيل المثال أجي أسأل على خلينا نقول الهارد ساوند هن شين هن الهارد ساوند مرة نقول الفيرست هارد ساوند فلان شيء مرة نقول السكند هارد ساوند هارد الشكل مرة نقول الهارد ساوند مني شلون تجي من سببها غلق لو فتح وإذا غلق فغلق يا صمام فتح يا صمام بس فكل مرة نغير بالصيغة ونغير بالإجابة بشكل بسيط فهي المادة متكررة يعني هي نفس المادة مال العام نفسها مال قبل 10 سنين نفسها بعد سنتين نفسها راح نطيها فالمادة نفسها فالأسئلة نفسها تتكرر صحيح؟ بس مو بنفس الصيغة نغير بها هاي مخليها ببالكم احنا نطينا ملاحظات عامة عن كارديو فاسكولر باخر محاضره الكترونيه فاللي حاضر كان يستفيد منها واعتقد يمكن هم يعني نزلت اللينك مالها يعني مو كلش مهم بس اعطينا ملاحظات عامه على الكارديو فاسكولر وشون يجي او خلينا نقول اذا يجيك هيك سؤال شلون تجاوب الجواب مالته بعد منو عنده فد استفسار الشكر لله بنتي أنا صدقوني كلش يعني يهمني كلش يهمني انه انتو تجتازون الموضوع ببساطة بدون ما تعقدون على نفسكم صدقوني هاي اهم شيء عندي واهم شيء تستفيدون لانه انا والله حتى قلت لكم اياها هذيك المرة يعني اساتذة المرحلة الخامسة كنا قاعدين ندردش وياهم يعني قالوا يجون هم دا يشكون قالت يجون الطلبة فدا نشكي من الموضوع زين يقول نشكي من موضوع انه الفستجه يقول فلذلك نحاول ان نوجههم مره ثانيه يجون عليكم تشرحوا لهم تنطوهم الكتب تنطوهم المحاضرات فاحنا نريد خب انا بلا ما هالفره الطويله خب من هسه واحد يفهم الموضوع ويتهيئ لان انتم هاي الامور اذا ما تفهموها هسه تصعب عليكم الفارماكولوجي بالمراحل اللاحقه وتصعب عليكم دروس الصيدله السريريه بالمرحله الخامسه. دكتور بالنسبه للاي سي جي شو وقت تكون الزاويه صفر؟ يعني ما فهمت السؤال ما فهمت السؤال. يعني شنو الزاويه صفر؟ الزاويه صفر هي الفكتور مالتنا يعتبر صفر، ليش؟ هو حاصل مجموع كل الزوايا مالات الليدات شو اسمه الباي بولر اليوني بولر الباي بولر عفوا هذني الليد 1 الليد 2 الليد 3 واي في ال اي في ار اي في اف مجموعهم السته حاصل جمع مالهم كلهم يعني الفروق مالهم ستتهن راح تعطيني الزاويه صفر
العوامل المؤثرة على الجي اف ار بالمصدر اخر شي كاتبين مختصر كل عامل وفروعه، نكتفي بهذا لو الشرع المفصل قبله. ياهو بنتي والله اني هسه فاتحة هذا العوامل المؤثرة، خلينا نشوف فاكتور افكتنج جي اف ار. فاكتور افكت، لا هاي تيوبولار ري ابزوربشن. جلوميرولار فلتريشن ريت ات از، لا مو هذا، وين انت هسه؟ لا ولا هنا. اي فاكتور افكتنج جي اف ار، احنا كاتبين عندكم اثنين الجي اف ار ديترمايند باي النت فلتريشن والكابيلاري فلتريشن كوفيشنت الكي اف، وكاتبين لكم القانون مالته، يعني ممكن انه اكسبريست باي رياضيا، ممكن انه يكون شو اسمه نستعرضه رياضيا، جي اف ار يساوي نت فلتريشن مضروب بالكي اف، وشارحين لكم نقول ذا نت فلتريشن بريشر شنو هو تعريفه، وحاكين ممكن نحدده بواسطة واحدة اثنين ثلاثة أربعة، ممكن تعددوها أول مرة اسمعيني بنتي، كنت تعددوها ألي أي جلوميرولار كابيلاري بيها ثلاث نقاط رينال بلاد فلو أفرنت وإفرنت، بس تعددوا تشينج بالبومنز كبسول، ممكن بس تعددوها واحدا إذا عجى عليها سؤال كل واحدة كلمتين ثلاثة عليها هاي. هناش ده يقول لك يعني مثال البومون كبسول ايش نقول؟ يقول زياده بالهيدروستاتيك بريشر ريديوس جي اف ار، عكس صح خلصنا اربع كلمات، انكريز هيدروستاتيك ريديوس جي اف ار فيس فيرسا، يعني مو صعبه. نعم احكي بنتي. هو دكتور قصدي انه اكو سلايد مصدر انه مكتوب اصلا هو السمري المختصر مالتي. لا هذا السمري بس اذا تسمحي لي، مو انت سجا لو يسرى من المهم ان سمري خليت لكم اياه لو يعني انا قلت لكم اياه حتى بالدرس، قلت المفروض نخليها لي قدام وبعدين نشرح عليها، او انتم قلت لكم تخلوها قدامكم من تقرون على مود تصير مثل الجايد دليل ايش؟ ليش؟ لان الامور متكرره ومتشابهه، فسويناه السمري ماله بس لغرض التعداد، بس الشرح مطلوب مالته مطلوب يعني. يعني دكتور مثلا اذا اجى هيك مثلا اكتب هو هذا بالسمري واكتب على واحد شيء مختصر انه بالضبط، بس انا ما خمر عجيب الاشياء كلهن، هذا السمري هسه هو قدامي هياته، انا خاله هياته قدامي بعدين كاتبه بالان سمري، يعني نقول افكتد شنو هي العوامل فلتريشن واحده اثنين، الوحده مقسمه اي بي سي دي والثانيه اي يو بي، هذا التقسيم النهائي زين، فانت تقدرين تكتبيه بهذه الصيغه بس قدام كل واحده ثلاث كلمات، مثل هسه قلنا مثلا البومنز كبسول هيدروستاتيك بريشر، نكتب قدامها انكريز هيدروستاتيك بريشر ديكريز جي اف ار وفيس فيرسا، انتهت القصه هاي زيرو نقطان. ها هي بالضبط هالشيء بالضبط بنتي بالضبط. بعد شكر لله بنتي انا حاضر، حل شكر لله اي شيء انا حاضر. اكثر ميكانيزم من شنو اكثر شيء نركز عليه بالشرح؟ والله بنتي يعني هذا معناها تلغين هسه نفس الجواب سالني اياه واحد من زملائي، ما عندي فد شيء محدد اقدر اقول لكم عليه، لان الامور كلها مرتبطه واحده بالثانيه وكلها مهمات وكلها مهمه، بس بنفس الوقت هي جدا بسيطه، فانتم يعني ليش تردون تهملون البقيه؟ اذا ما تردون تفتحون بس تنجحون هذا بحث اخر يعني. شكر لله بنتي شكر لله. وترى باعوا انا قلت لكم اياها همينه ان كلهن بالنسبه للشرح اللي يخصني هن 20 درجه، 10 على الرينال 10 على الكارديو باسكولار. دكتوره رغد عندها ايضا يعني جايبه الاسئله مالتها ايضا ثلاث جواب فرعين، كل فرع عليه 10 من ثلاثه طبعا بيها ترك، وانا هم خلي لكم ابو الكارديو باسكولار طبعا هم خلي لكم ترك، بلي اكو واحد زملائكم دكتور ماكو ترك، بلي ترك
دكتورة رغد خالتي لكم ترك واني خالي لكم ترك بالشرح هذا. الام سي كيو ما بيترك، هو 60 ام سي كيو 60 درجة وانتوا راح تجاوبوها. 30 علي، هذا تقسيم الدرجة، 30 ام سي كيو الي و30 ام سي كيو الدكتورة رغد، 20 درجة بالشرح الي و20 درجة الشرح دكتورة رغد. هذا التقسيم 50 ب 50 يصير بهذه الصيغة. بالنسبة للوظائف نقول وظيفة فلانشي هالشكل، وظيفة فلانشي مو شرح تكتبي لي الكتاب، لا سطر يعني مو رؤوس أقلام، فتسطر ونص سطرين على هاي الوظيفة إذا مطلوبة، مو أكثر من هيك، لأن أصلا إحنا خليكم مساحات الجواب، يعني ما يحتاج أنتوا واحد يكتب لي صفحتين على سالفة أنا طبيها نص صفحة مثلا أو ربع صفحة. موضوع factors affecting rate of tubular reabsorption شرح الهرمونات نكتب له بس اسمع، لا الشرح ماله بس شرح الشرح المختصر جدا مال الهرمون يأثر فلان شي فلان شي فلان شي بهالطريقة، مو أكثر من هذا. الرينال كم درجة كل البارت. بالنسبة للام سي كيو أعتقد إذا ما ناسي أو غلطان من 30 أعتقد حوالي 18 او 17 الى 18 ام سي كيو اعتقد هكذا، اذا مو يعني مناصفة مع الكارديو باسكولا، بس اعتقد حدود 16 او 17 ام سي كيو درجة على الرينال، الباقي على الكارديو باسكولار، هذا كام سي كيو يعني طبعا. والشرح 10 ب 10 10 يعني كارديو 10 رينال. بعد ارجع واكد واقول يعني اترجاكم لا تسمعون كلام يعني المراحل السابقه، هؤلاء فاشلون، انتم ما مو مثلهم، انتم امكانياتكم اعلى بدلاله انه اقل واحد منكم اجانا معدله كان 98.5، يعني ذهنيا يفترض افضل من عندهم، فلا تسمعون كلامهم هاي الفاشلين، صدقوني انتم افضل، اقروا افهموا المرمر شنو فكرته، يعني اذا اجى شرع المرمر تعريف بنتي ذاك وانا حي على الصلاه، المرمر يقول لك فلان شي فلان شي فلان شي، شرح يا بنت تعريف بالكتاب كلش واضح. الترك بالاس تي جاي على الرينال او بالكارديو، لا بالكارديو جاي الترك، بالرينال فرع واحد راسا تجاوب عليه. دكتور يعني فرعين على الكارديو؟ فرعين تجاوب منهن واحد. ايه هنا على الكارديو. والرينال هو واحد تجاوب عليه. ان شاء الله. كم كنت خالفي؟ ترى باع ودي اقول لكم هاي الاسئله صارت يعني بيها اخذ وعطاء مع العماده. ليش؟ انا كنت خالي لكم بعد ترك الاخ، يعني بالرينال قال اكثر من فرع وتجاوب على واحد منهم. قالوا صار الترك 40 درجه، لان دكتوره رغد تاركه 10 وانت 20. مرصتكم دقيقه واحده رجاء. خارجية من احد زملائنا بالكلية يستفسر فاضطر مواضيع حذت مال كاردو قبل المد ممكن نقراها قطع الملزم وجل. لا 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 يمكن، هاي نفس السؤال دي تصير بطريقة مو الام سي كيو والاسي عليه 28 فقط، لا الام سي كيو والاسي عليه انتي زين، والام سي كيو والشرح والاسي مال دكتورة رغد 50، وهسه قلت مناصفة 50 ب 50، الام سي كيو ماتي 30
ام سي كيو دكتور رغد 30 صار مجموع 60، السي 20 مال دكتوره رغد صار المجموع 100. الاسي سؤال يكون فرع الاول بس رينال وحده، والسؤال الثاني فرعين كارديو. نعم هذا هالشكل هو التفصيل الصحيح. هذا فاهمه زميلكم شو اسمه يعني علي حيدر خليل هالشكل المواضيع. زين دكتور فرعين كارديو نترك واحد، لا اله الا الله. نعم فرعين من الكارديو تترك فرع، والرينال هو جاوب عليه فرع واحد هو نفسه ماكو غيره. بعد من احد زملائكم كان سائلني دا يقول على الاي سي جي نقرا، يعني انا قلت لكم مو بالشرحيات، يجي على الام سي كيو اكثر الاي سي جي، الاي سي جي لانه ايش تشرح لي به هو كله عباره مثال يعني. انت من تجي تباوع على الورقه مال الرسم البياني اللي احنا حطيناكم نزلكم وشوفناكم كل ويف ايش يعني البي مثلا بي كيو ار اس تي، فمثلا من نقول كيو ار اس شو تمثل خلي لك خيارات انت تجي تختار. مثلا البي ويف شو تمثل ومكتوبه عندكم بالشرح، البي ويف مثلا على فلان شغله، الكيو على فلان شيء، الار على فلان شيء، الاس على فلان شيء، والتي على فلان شيء. هالشكل تجي اسئله الاي سي جي بالنسبه اللي لسه سالني احد زملائكم او احدى زميلاتكم. بعد احد عنده سؤال؟ مثلا بالرينال بالاي سي جي الهارت بلوك يجي عليه اسي. نعم وين كنت يا سيد مجتبى؟ هارت بلوك يجي عليه اسي، طبعا يجي عليه اسي لان هاي قلنا لكم عليه. اي بالنسبه بالرينال يعني اكو مثلا تجي هيجي اسئله او عليها او خلينا نقول هيجي طلب من نقول بالرينال كليرنس شنن المواد هاي المهمه لازم نعرفها، ياهو اللي يصير لها ابزوربشن ياهو اللي مي او شنو مواصفاتهن هالشكل كنا كاتبين انطيناكم كرايتيريا مالتها كل وحده شنو بماذا تمتاز هذه المواد هالشكل نجيب عليه هيك اسئله. اكو ملف خاص بالرينال تقريبا امسكه ممكن يجي. وين هذا الملف؟ هاي ال 118 اللي دز لي اياها صح زميلكم، يعني انا يعني قلت له ما الحق يعني ملف كلش كبير انا ما عندي هيك وقت ولا صحتي بصراحه هل يمر بي اقدر اشوف لكم اياه. فاكيد اذا هي 118 لازم اكون في شيء مشابه يجي منها، لان هن كلهن مثل ما قلت ان الماده واضحه نفسها تتكرر على مدى السنين كلها من يوم اللي بدينا ندرس، ما تغير الكارديو فاسكولر ولا الرينال ولا الدايجستيف ولا كل شيء ما تغير بيه. ولا الاسئله تتغير لان هن هي نفس الماده نجيب عليها نفس الاسئله، بس كل مره نسوي بها موديفيكيشن، شيل هاي نحط هاي نقدم ذيش ناخر ذيش. نهايه شابتر الرينال مال الكتاب مال يا زهراء اياد اللي موجود بالكتاب مال جايتن على مود اروح اشوفه. اي ممكن مشابه الي يجي. نعم
سمر محمد، موضوع المغمر بالمصدر بيشرح اكثر، يصير اختصر بيه، بس يكون المهم اللي تعطينا الفكره العامه الاساسيه اللي تجاوب عن الموضوع. الاسي مال كارديو يجي بس من الماده المحذوفه، مو الاسي مال الكارديو باسكولار بصراحه يعني تقريبا من الماده اللي نعم اللي ماده ماكو شيء اسمه محذوف، الماده الغير داخله في امتحان المد، ماكو شيء اسمه محذوف ابني، تورطونا وتورطون نفسكم بهذا الحكي. ممكن يعني ايهما اي اكثر اهميه في المراحل القادمه، مواضيع المكان ومواضيع عوامل مؤثره للتركيز عليه؟ يعني شنو ما افتهمت شيء يعني بالمراحل القادمه، مواضيع الميكانيزم، مواضيع العوامل المؤثره للتركيز عليه. ماكو احنا بالنسبه لنا اثنين نفس الاهميه بالنسبه لنا، لكن من باكر عقبه تروح تدرس فارماكولوجي لا، يريد منك ميكانيزم ابو الفارما يريد منك. اي الماده اللي اي اقصد الماده اللي متى اي نعم الماده اللي ما داخله بالمد نعم الشرح من عندها. ممكن ايضا ممكن اكو يعني يجي، بس مركزين احنا على هاي شرح ربما يجي من قبلها، بس هي اكثر شيء على الامور اللي احنا ما دخلناها بالمد. بعد شباب الام سي كيو مال كارديو فقط من ماده الغير داخله، لا ماكو حكي هاي فرح، مال كارديو من كل الشابتر كام سي كيو، الشرح من الامور اللي ما دخلت. هسه السؤال قبل تسال زميلك على هذا السؤال، الشرح ممكن من الماده اللي ممكن يعني من الماده اللي ما دخلت، وقد نسال سؤال بسيط على الماده اللي دخل بالمد، فلذلك خلينا لكم خيارات الترك. والله أنا يا جماعة يعني أنا أتحسر على هيك زمان أنتم به بصراحة، إحنا ما كنا هيك يعني شنو 7 أيام دا أقرأ أو 8 أيام دا أقرأ مادة هالقدوتة وما بسيطة وبس ما أريد، وألف مرة قلنا لكم ما أريد فهماً فهماً فهماً، تلحقون على اليوتيوب وتلحقون على الانترنت وتلحقون على الفيسبوك وتلحقون على وسائل التواصل وتلحقون على كل هاي الأمور، لكن الاهم اقرب البدايه امتحن عندكم عطله راح تجي وقعد اتفرج اتونس مثل ما اريد. 7 أيام على ماده يعني ما اعرف، اني ما اعرف ما عندي تفسير بصراحه غير اقول يعني ما اعرف. احنا كنا امتحاناتنا احنا بالمناسبه نظام الدراسه درسته اني نظام سنوي وليس فصلي، يعني امتحان من يجي امتحان الفاينال مثل هيك محسوب عليكم فاينال، الماده اللي ماخذيها من بدايه السنه لنهايتها ايش قد، وكلها يطون عليها يومين، كل يومين الامتحان بين يوم ويوم، يومين نعتبرها نحن والله العلي العظيم. هاي الجداول يمكن اذا الله يقدرني واطلعهن من الارشيف مالتي هم اتذكر يمكن مكتوبه عندي، يومين يومين بس. احنا ليش كنا مو مثلكم، كنا نقرا يوم بيومين، الاستاذ نقعد ناخذ الكلمه من حلقه بالمحاضره ونفتهمها، فلذلك ما نحتاج بالامتحان النهائي 7 أيام، يعرفون هم كل زين يومين زايده لان احنا فاهمين الماده بالشرع، نحضر المحاضره ونفتهم بالمحاضره ونرجع للبيت بيومها ما نعبرها ثاني يوم، نقرا اللي اخذناه بذاك اليوم زين ونشرحه من نفسنا بعد ما نرجع له. جايين نتيجة سنة أو سنتين من التعليم وأكيد هالشيء أثر بينا وقال لا 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 أبدا، هذا وهم، كل شيء اسمه وهم مال إنه أثر ويقلل قابلية على الحفظ، ما رايدين منكم حفظ، أرجع وأكرر إحنا درسنا ما مطلوب به حفظ، الحفظ تقرأ منا تنسى منا بس ينتهي الامتحان انمسح من ذاكرتك، هذا هو الخطأ الكبير اللي انتم جاي تعانون من عنده. اما الفهم يبقى معاك طول العمر، وش وقت ما يطلبوا منك
تسأل موضوع متعلق به راح تجاوب عليه. فلذلك احنا نحاول نوجهكم على هذا نوجهكم على بهذا الشكل يعني. لا ابني انا ان شاء الله ما مقصر وياكم، ولا شكر على واجب، هذا واجب انا يعني جاي اخذ عليه راتب هذا الموضوع، يعني مستحقات انا مقابلها ادرسكم واشرح لكم وامتحنكم واصلح لكم واجاوب على كل متطلباتكم يعني، فهذا واجبي يعني ما عندي ما يعني. اللي يشكرني معناه ده يشكر نفسه قبل ما يشكرني إليه، وهذا دلالة على يعني رقي التعامل الأخلاقي والإنساني. يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هكذا هم علمونا يعني شيوخنا. نعم نصيحة أخيرة وأشكر الحاضر. شنو بالضبط تقول لي فلاش يعني؟ نصيحتي اقروا المادة بهدوء تروا بدون هذا الشد النفسي والعصبي، اقروا المادة فهما وليس صعبا وليس درخا، بسيط وماخذها قصة، اذا تقرا قصة ولا تتوترون، تعالوا الامتحان بدون توتر قبل ما تطبون الامتحان. هاي انا دائما اكررها بس تعالوا للامتحان قبل الامتحان. هاي ما كنت وصلنا للكلية الساعة هو امتحان بالتسعة، بثمانية ونص ذبوا كل الأوراق، ظلوا سولفوا على حياتكم بالإعدادية، تذكروا إيش طار عندكم مواقف قبل يوم يومين، سويت فلان شيء، لقيت فلان شيء، تفرجت فلان شيء، سمعت فلان شيء، سمعتوا آخر خبر، سمعتوا آخر. ابقوا نصف ساعة بدون ما تتقربون للمادة مالتكم، راح يصير عندكم يسموها ساتل داون لهذه المعلومات، وبالتالي يروح من عندكم هذا التوتر، وهذا التوتر بحد ذاته يخليك ما تفكر. التوتر هسه يقول حتى انا قاعد احكي نفس لجي، التوتر او هذا الشد النفسي اللي يسبب شو يسبب؟ يسبب ضغط على اغشيه المخ الثلاثه، الام الجافه والحنون، سامعينها انتم هذني. هذني ما بيهن عضلات مثل بقيه الاغشيه بحيث يصير تقلص انبساط فوري، لا، من تتقلص تضغط على الدماغ تأثر على التفكير، ينفك هذا الضغط ينفك إرادة فترة طويلة. طيب إذا أنت قبل الامتحان راح يصير عندك هذا الشد العصبي والعضلي على أغشية الدماغ وعلى ما مريده بالتفكير، فيراد لكم هاي النصف ساعة، يابا ما لازم نص ساعة، خاف التوج وقتكم ثمين، ربع ساعة ما تتقربون لأي شيء اسمه مادة الامتحان أبدا. دب لا تقول هذا مهم وهسه يجي وأريد أتذكر أخير شيء، كذب. هذه هي اللي تأخر عليكم، هذه هي اللي تشوش عليكم، هذه هي. دكتور قريتها مرتين من أخلص، من أخلص يعني شنو نور بلا زحمة عليك؟ اولا بالنسبه لنور تقول يعني احل اسئله ما اعرف اجاوب، لا انت لان انت مرتبكه اهدئي على كيفك، اقرا السؤال ببساطه وبدون اي ضغط، اعطي نفسك ثقه ان انت راح تجاوبين، صدقيني راح تلقين الجواب، ماكو شيء صعب. هاي وحده. بالنسبه للاخر بارت ثلاثه رينال مثل رول اوف يوريا، رايت اباوت رول اوف يوريا، رايت اباوت وات از مكتشرشن، وشنو يعني شنو العوامل، نقول لك هالشكل تجي اسئله، شلون يصير المكتشرشن؟ صوديوم سكريشن، ستيبس اوف صوديوم سكريشن، والامور اللي تعلق بها، هيك تجي اسئله شرحيه. شكر لله اولادي جميعا، نور وقبلكم ايضا يعني بالنسبه زهراء ايضا ومجتبى، انا اشكركم جدا ايضا انه انتم مجيتوا بهذا اللقاء اليوم، وحاولنا انه يعني نتواصل بشكل او باخر في سبيل انه احنا
ابدا. ان شاء الله ابني انا ادعي انه انتم تتوفقون، لان هاي مستقبلكم، واحنا هدفنا مستقبلكم، هم هدفنا. احنا مو اعدائكم، احنا اخوانكم وابائكم اذا تسمحوا لنا. هذا لانه انتم مثل انتم هسه اصغر من ولدي اصلا، يعني اصغر من بعض اولادي، مو كلهم، عندي صغار اثنين صحيح، فانتم مثلهم. يعني من انا من دا اسوي هذا الموضوع لكم كانه ما دا اسوي لهم، انا هيك ترى، يعني انا هاي فلسفتي. فادعي لكم ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى انه يوفقكم ويفتح لكم كل ابواب التوفيق، ويعوضكم عن هاي الفترات اللي مريتوا بها. انتم لستم ذنب في يعني بها باي شكل من الاشكال، يعني باي صوره من الصور، انتم مو ذنبكم، هذا ذنب الواقع والمجتمع والحياه والظروف اللي صارت بوجهكم، شو يسوي الواحد؟ لكن هل العجله تتوقف؟ ابدا. هل الانسان يعني مثل ما يقول يستسلم؟ ابدا، وانما يلقي بدائل. وان شاء الله صدقوني من راح تقرون الاسئله راح تتذكرون كلمات ذني، اسئله بسيطه وحلوه ومو صعبه وواضحه جدا، وما تحتاج كلها من الشد النفسي والعصبي، ولا تحتاج هذا التوتر. والله صارت عندي بال2000 اظن 6 7 ما اتذكر يا سنه من ادهن. شكر لله بنتي شهد، شكر براء سما، كلكم اني اشكركم، مريم مصطفى كلكم اني اشكركم، حوراء مريم كلكم اني اشكركم على يعني مشاعركم اللطيفه والطيبه هذه، واحمد كلكم ان شاء الله. بس اذكركم بحاله صارت عندي، طالبه من الطالبات جتنا نقل تعديل ترشيح او نقل الحقيقه من احدى المحافظات سنه 2004 5 عفوا 5 6 ما اتذكر من او 7، اجتي واحنا قبل الامتحان النهائي، معناها سعي ما عندها، عندها سعي يعني اتذكر من 50 يا 14 يا 15، يعني ما يتجاوز ال 20، يا 20 هوايه ما يتجاوز ال 15. قلت لها بنتي ليش ما تاجلين السنه احسن لك، انت اكثر من درس. قالت لي دكتور انا انجح. قلت لها انا اتمنى لك من كل قلبي تنجحين فعلا والله العظيم. والله من طلعت النتائج يعني عبالك اني نجحت، فرحت فرح ما صاير، نجحت البنيه يعني بشكل مذهل والله العلي العظيم، بذراعها وبجهودها والله العلي العظيم. هاي الحاله احلف لكم قسما، قسم كبير من اقول والله العظيم. فانتم حتى هسه اذا عندكم سعيات ضعيفة عندكم 50 درجة، ماكو واحد عنده أقل من يعني 15، خلينا نقول حتى لو 15 مثلا 14 15، معناه إيش قد يحتاج لكم؟ يحتاج لكم 35. وإذا نحكيها بشكل أدق حسابات العرب يعني راح تجي لكم 25، لأنه 40 عفوا اي 5 15 تصير 45، اكيد اكو قرار تاخذون 5. ها اذا هيشر نحسبها من يسموه. فانتم اذا عندكم 15 يراد لكم 35 من 50 تجي، والله عندي وحدها تجي 30 تاخذوها، يعني دا احلف لكم انا 25 25 لان نضربهم في 2 يصير 50. تقدرون تاخذون عندي، اذا تاخذون عندي 20 دكتوره رغد تاخذون عندها فوق ال 20 هاي 40 من 50، وانتم عندكم 15 هاي 55، هذا اللي عندك 15 جد كان عنده. هم بابرون على التليفون، هم ما عندي مانع ترى اجاوب، واسالوا كل زملائكم اللي خابروني على سواء على الموبايل او على الواتساب، انا محاضر واي شيء. اي عادل الشكر لك، بالعكس انا كنت اتمنى هذا الكلام ما انا اقوله، على مود واحد واحدكم يساند الثاني، واحدكم يدعم الثاني نفسيته. شوف زميله
حالته النفسيه ضعيفه يقول له تعال ايش مدوخ نفسه ان شاء الله كذا وان شاء الله كذا، فاريدكم هكذا تكونون فيما بينكم تتآزرون وتتآلفون حتى لو كمجاميع وجروبات صغيره اللي انتم يعني متعودين عليها ان شاء الله. دكتور؟ نعم بنتي حاضر حلو تفضلي. اخر شيء نفس السؤال سالتك اياه بالميت. ما هو؟ نقرا درجه النجاح. جديات؟ لا والله تقرون يعني بالنسبة لي أنا أشوف تقرون يعني درجة يعني تقدرون تحصلون عليها بنتي والله العظيم تقدرون تحصلون على هذه الدرجة. أما النجاح ترى هذا مال النجاح اللي أنت عندك 15 تأخذ لا يوصل درجة النجاح عبرت أطلع قبر. بس بنفس الوقت هذا اللي هيك وضعه هذا اللي هيك وضعه. اما ارجع واقول فما بالك هذا بس قبل قبل هيك ماكو عمياوي دا يكون ينجح هذا. بعد منو عنده تعليق هم إضافة سوالف نقعد نحكي ماكو مشكلة مو إلا على الامتحان ماني أتفرغ لكم ما عندي كل مشكلة. تصبحون على الف خير شكرا جزيلا. انت كذلك تحب تقولها قبل الامتحان. حسان جبران مع السلامه بنتي زهراء. يعني اقروا ببساطه وبدون توتر وان شاء الله تجاوبون. ما اسئله كل سهله ان شاء الله باذن الله مثل ما وعدتكم بالمد وشفتوها جدتي بالسهله وكلكم تندمتوا على عدم متابعتكم الموضوع. اسئله كل من مواضيع الرأي افهمها لغتك زملائكم اكتبها بلغتك شلون فاهمها ولكن بشكل واضح يعني مو السؤال تكرر تكتب لي نفس السؤال لا يعني شنو قصد المنطوق ماله اكو منهم اكتب لي المنطوق نفسه وكأنه ما هو الجواب لا اكتب لي هالشكل انه انا يعني تبين لي انه انت فاهم السؤال اللي انا جاي اسالك عليه بكلماتك بتعابيرك وصل لي الفكره صدق اغني تاخذ عليها. انا ان شاء الله ادعي لكم ابني حذيفه ادعي لكم انه الله سبحانه وتعالى وقدامكم يا اقول ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم ابواب المعرفه وابواب التوفيق وابواب التسهيل والتيسير ويوفقكم في امتحاناتكم ليس فقط في الفسنجه وفي بقيه الدروس في سبيل تكملون المسيره اللي انتم بداتوها وتفرحون اهاليكم فرح عظيم بعد ما تفرحون نفسكم بهذا النجاح ان شاء الله تعالى. حاضر ابني حاضر شكر لله امتنان لله سبحانه وتعالى. يحفظكم كذلك بنتي انت يحفظكم الاهاليكم يحفظكم ان شاء الله ايضا لحياتكم المستقبلية امامكم كل الحياة ان شاء الله يا رب تعالى. الحمد لله انه الله وفقني وقدرت اوصل لك الشيء اللي انت سالتي عنه وان شاء الله يا رب يكون هذا في 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 صفي النتيجه على الدرجات.